سلام الله عليكم. تداعيات وانعكاسات خطيرة وآثار وخيمة تركتها حقبة التسعينات التي مرت بها الجزائر، وخلالها كما لا يخفى عليكم مشاهدينا فقدت الجزائر حوالي 250,000 من خيرة أبنائها، مع آلاف المختطفين الذين نهزوا 20,000 كما ذكر كثير من المنظمات، وهو رقم فظيع فعلا، دون ما أن ننسى معاناة المساجين السياسيين الذين زج بهم في السجون بتهمة الإرهاب، وأغلبهم اقتيد من قبل قوات الأمن ورجال المخابرات قبل بداية ما سمي الإرهاب الأعمى، وهذا ما ذكرته عائلاتهم ومحاموهم اليوم. مشاهدينا، سنركز حديثنا على السجناء الذين أطلق سراحهم بعد أن قضوا سنوات طويلة خلف القضبان، ولكنهم سرعان أن فرقوا الحياة رحمة الله عليهم جميعا، متأثرين بألوان التعذيب المسلطة عليهم ومن الأمراض التي رافقتهم لسنوات قبل وفاتهم. أهوال التعذيب في الجزائر لا تكفيها المجلدات، الضحايا بالآلاف، منهم من قضى تحت التعذيب ودفنت جثته في مكان سري، أو تم التخلص منها تحت جناح الظلام الدامس على قارعة طريق أو ضفة واد. ومن المعذبين أيضا من كتب لهم النجاة، هم اليوم يصارعون آلامهم، يبكون أعضاء وأطرافا بترت منهم فوق طاولة التعذيب، ويبحثون عن مستشفى يداوون فيه جراحهم وقضاء ينصفهم. لكن في بلاد ما زال فيها الجلاد يلوح بصوته، يستحيل على القاضي أن يكون في صف الضحية. عندي مرض في كرعية من التعذيب، دار لي هذا هو الشيء فيه في هذه السجون وغيرها من الزنازين والمعتقلات السرية التي لا تطالها الشمس، تكدست أجزاء آلاف المعذبين. النصيب الأكبر كان في التسعينات عندما ألغت السلطة نتائج أول انتخابات ديمقراطية وفتحت على البلاد نافذة من جهنم. حملات اعتقال، مجازر وجرائم قتل استمرت على مدى عقدين من الزمن، وما إن انقشع غبار هذه الفوضى الأمنية التي يجزم العارفون أنها كانت مدبرة لتبرير الانقلاب على الإرادة الشعبية وتخويف المتمسكين بعودة الشرعية، ما انقشع غبار هذه الفوضى حتى برزت ملامح حرب وصفت بالقذرة. أكثر من 250,000 جزائري قتل في عمليات أمنية وعسكرية مختلفة، آلاف المفقودين ومآسي أخرى ضاعت في تفاصيل عشريتين كاملتين من الدماء والدموع. في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يتذكر الآلاف من ضحايا هذه الجريمة التي تدينها التشريعات المحلية والدولية، يتذكرون السراديب والزنزانات التي قضوا فيها أياما وليالي، فطالما توفي أناس تحت التعذيب وطالما فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بعاهات مزمنة، ضحايا بالآلاف في الجزائر. وعندما تستمع إلى أحدهم وهو يسرد عليك الليالي التي قضاها تحت التعذيب في مخافر وزنزانات سرية، يخال إليك أنك أمام مشاهد هاربة من أفلام الرعب. ما حدث في التسعينات من أهوال وتعذيب لم يكشف النقاب عنه بعد، في ظل تستر من السلطة وتواطئ من دول غربية نافذة تدعي الدفاع عن قيم العدالة. قصص من كتب لهم النجاة وخرجوا عن صمتهم تدمى لها القلوب، وهم يسردون اللحظات بتفاصيلها، ركل ورفس بالأحذية العسكرية، وبعدها تعذيب يصل حد سلخ الجلد وقلع الأظافر وبتر الأعضاء والأطراف. وما خفي أعظم، لأن من ماتوا على سرير التعذيب ارتاحوا من عذاب نفسي آخر، قلب يعتصر غيظا وحسرة وصاحبه يرى جلاده ولا يمكنه الاقتصاص منه. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن اليوم نفتح ملف التعذيب، ملف السجناء السياسيين، ملف هؤلاء السجناء الذين غادروا السجون ورافقتهم الآلام والأنين والأمراض من جراء التعذيب مثل ما يقول محاموهم وكذلك عائلاتهم وذووهم. معنا بداية مشاهدينا الكرام الأستاذ مصطفى غزال المتحدث باسم عائلات السجناء عبر خدمة سكايب. أستاذ مصطفى، هل تؤكد لنا ما ذهبت إليه هذه العائلات، عائلات هؤلاء السجناء، من أن أبنائهم تعرضوا في سجونهم وراء القضبان لألوان من التعذيب، وهذا ما أثر فيهم أثناء خروجهم نتيجة هذه الأمراض، نتيجة هذه الألوان من الآلام، فسرعان ما غادروا الحياة؟ أهلا وسهلا الأخ عثمان. مرحبا أستاذ مصطفى. الحقيقة الحديث ذو شجون وملف السجناء والمعذبين ملف يعني يندى له الجبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الملف، وأن
نتخلص من تبعاته ويخرج الجميع من سجونهم ومن ضيقهم. فعلا عائلات المساجين هم أول من تضرر بأبنائهم بسجن أبنائهم، فمن السجناء من دخل السجن منذ 24 سنة وترك أبناءه يتامى لا يتكففون الناس يعني، وكثير من الإخوة الذين سجنوا تركوا أبوين شيخين كبيرين ما زالوا لا يجدون اليوم من يحمل لهم رغيف خبز. هذا ما حدثني به بعد منذ أمس فقط شيخ من الأغواط قال لي بأن ابني الوحيد الذي سجن منذ 93 يعني منذ 24 سنة، ولدي الوحيد أنا وأمه الكفيفة أو المقعدة وأبوه كفيف، ابننا الوحيد الذي لا نجد أحدا يحملنا رغيف منذ ذلك الوقت، ونحن نعيش هذا الفراغ الذي ترك لنا الابن الوحيد. هل صحيح سيد مصطفى تؤكد لنا هذه المعلومة من صادرة عن كثير من المحامين وعائلات هؤلاء السجناء من أنهم أخذوا في الفترة التي سبقت بداية الإرهاب الأعمى في الجزائر، بمعنى أنهم يعتبرون عند هؤلاء سجناء سياسيين وليسوا إرهابيين، وهذا ما أكده المحامون، ولكن لفقت لهم تهمة الإرهاب ولذلك بقوا في السجون أكثر من 24 سنة، هل هذا صحيح؟ هؤلاء السجناء سجنوا بفترة تاريخية التي لم يكن فيها مواجهة مسلحة أصلا، لأن سنوات 92 و93 كانت إرهاصات على دخول مرحلة جديدة من الصراع السياسي بعد ما حدث يعني بعد إلغاء المسار الانتخابي. هؤلاء سجنوا وبعضهم حكم في المحاكم العسكرية، ونحن نؤكد عدة مرات بأن العشرات بل المئات الذين حكموا أمام المحاكم العسكرية استثناهم القانون سواء فعلوا أم لم يفعلوا، هؤلاء استثناهم القانون ولم يدرجوا ضمن قوانين السلم والمصالحة الوطنية. وقلنا وأكدنا عدة مرات في حصة سابقة بأن بعضهم، وأذكر على مثال حسيني عبد القادر من ولاية بلعباس، شخص لم يفعل شيء بل تهمته أنه تهم بمحاولة التآمر على أمن الدولة، يعني محاولة والتآمر على أمن الدولة، يعني هي تهم احترازية أكثر منها تهم يعني حقيقية، والشخص ما زال في السجن منذ 93 إلى يومنا هذا. يعني رغم هذه المساعي كلها أستاذ مصطفى، رغم هذه المساعي كلها يعني منذ سنوات، وأنت حدثتني شخصيا، حدثت المغاربية عن أن هنالك جهودا تبذل من أجل إطلاق سراح هؤلاء، وهنالك وعود هذه الوعود أطلقت فيما سبق من أن هؤلاء السجناء سيجدون طريقهم للحرية أثناء الحملة الانتخابية أو قبلها تخصيصا. الأخ عثمان، يعني لا أجد حرجا أنني أقول لك بأن ملف السجناء هذا أيوة الحقيقة تنكر له، فليست فقط السلطة، حتى الطبقة السياسية والسياسيين المعارضين في البلاد لم نسمع أحدا من القيادات السياسية يتحدث بوضوح عن هذه الكارثة. لا نجد أحدا يحدث الناس ووسائل الإعلام عن أشخاص يعدون بالمئات ما زالوا في السجون منذ 24 سنة، وكان أمر يعني فعلا شيء عجيب أننا لا نجد في هذه البلاد كلها معارضة سياسية سواء كانت من القيادة السياسية الجبهة الإسلامية أو غيرهم من القيادات السياسية المعارضة في البلاد، لا نجد يعني توضيح للمسألة ومحاولة التفاوض مع السلطة من أجل فك هذه المشكلة وحل هذه الإشكالية. فطلبت عدة مرات من بعض القيادات السياسية لا أذكر اسمهم طبعا أن يفاوضوا السلطة في موضوع السجناء هؤلاء، في موضوع يفاوضونهم يعني يكون وفد يحمل شخصيات سياسية، شخصيات وطنية، مجاهدين من جيش التحرير الوطني، محامين حقوقيين غير ذلك، شخصيات وطنية
يشكلون وفدا سياسيا لمحاورة ومفاوضة السلطة على هؤلاء الأشخاص. هؤلاء يغمرهم ويشملهم قانون المصالحة الوطنية. لماذا هؤلاء لا يخرجون من السجون كل هذه المدة؟ طيب يبقى معنا أستاذ مصطفى. واضح جدا أستاذ مصطفى، يبقى معنا، سنعود إليك. الحديث مشاهدينا الكرام كان حول هؤلاء السجناء الذين ما زالوا وراء القضبان. الآن سنفتح هذا المحور، محور جديد، حول السجناء الذين غادروا هذه السجون لكن رافقتهم هذه الأمراض وألام التعذيب وسرعان أن غادروا الحياة. ومن هؤلاء السجين الراحل رحمة الله عليه مولاي الطيب التو في تسجيل صوتي للمغاربية سابقا، نستمع إليه ثم نعود. نحن من الذين تعرضوا للتعذيب من قبل المستبدين الظالمين الانقلابيين، وعذبنا بشتى ألوان التعذيب وأنواع، يعني حتى كان الأخ يقول لأخيه كيف وجدت العذاب؟ كان يقول له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك ألوان من التعذيب الذي مورس علينا. هناك تعذيب بدني لا شك، وهو كالصعق بالكهرباء وما يسمى بالشيفونة، يعني التعليق المعروف عندنا في المنطقة تاعنا، وهو تغريق بالماء يعني. وكان يستعمل في هذا التغريق بالماء الجابيل والجريزيل وغيره. وهناك الضرب واللكم والشتم، وهناك الضرب على الأرجل على يعني راحة الرجل، قد تضرب على راحة الرجل من 200 إلى 300 ضربة، لدرجة أن المعذب لا يستطيع أن يمشي على رجليه مدة أيام، عدة أيام ما يقدرش يوقف على رجليه بسبب يعني الكدمات الموجودة في 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 رجليه. طبعا هناك لون آخر من التعذيب وهو تعذيب معنوي، وهو يعني الشتم، سب الذات الإلهية. كان يقول أحد يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان محمد معك لنسجنه، يشتم القرآن الكريم. اعتقلت من طرف المخابرات ولم يعتقلني غير المخابرات، وتم اعتقالي هنا في بيتي، وتم تعذيبي في مركز المخابرات هنا في البيض 3 أيام بلياليها، ثم نقلت إلى ولاية سعيدة، فتم كذلك ممارسة التعذيب بالكهرباء وبالضرب وإلى آخره في ثكنة عسكرية في سعيدة، ثم تم نقلي إلى مقبرة تليلات. يعني احنا دائما نسموها مقبرة تليلات لأن قليل من دخلوها خرجوا منها سالمين. يعني فهذا المكان اللي ربما تحدث الأخ الزيارة اللي زاره، هو على كل حال هذا المكان السيء الذكر كان يمارس فيه التعذيب بشتى الألوان، ومورس على الكبير والصغير والمرأة والرجل، وقد قتل الكثير من الأشخاص بسبب التعذيب. مورس علينا الضرب والشتم واللطم والسعق بالكهرباء وما يسمى بالشيفونة، هذه يعني التغريق بالماء، كما اعتدي على كثير من الناس جنسيا، رجالا ونساء اعتدي عليهم جنسيا، استباحوا أعراضنا وأموالنا وأجسادنا، وأهينت أمهاتنا وأهين أبنائنا. وللأسف لحد الساعة نحن نشعر بالتعذيب، لحد الساعة نحن نشعر بنوع من التهميش، لحد الساعة لم نتحصل على أبسط الحقوق. إذن كان هذا مشاهدينا السجين السابق المتوفى حاليا مولاي الطيب التاوي، ومن المنطقة التي كان يسكنها ولاية البيض. ينضم إلينا مولاي العربي التاوي وهو شقيقه. أرحب بك أستاذ مولاي العربي التاوي. يا ريت تضعنا في صورة نعم الحديث فقط عن شقيقك مولاي الطيب التاوي وظروف وفاته. هل منذ متى توفي؟ توفي يوم 11 أوت فقط. أيوة. يعني منذ حوالي 3 أسابيع. نعم. بعد مرض يعني مفاجئ. نعم. هي الحقيقة المرض قديم ولكن أصيب بنكسة يعني صحية لمدة 24 ساعة غادر الحياة. هو كان معنا في السابق وتحدث عن رحلته مع السجون ورحلته مع التعذيب وألوان التعذيب. وربما هذه نعم. الألوان أثرت فيه فعلا حتى توفي. نعم، هو أصيب يعني التهاب في الكبد. نعم. من جراء
المياه القذرة والجريزيل وهذه الأشياء اللي يشربها أثرت عليه بطول سنين وتعفى يعني مرض شديد في الكبد وتوفى. حتى أن الجراح اللي نزع له المرارة نعم قال هل كان أختم معه قال هذا يكون إما من أثر شرب يعني إدمان على الخمور هو طبعا أخ منذ الصغر ملتزم إما بسبب يعني هذه الحوايج تاع تعذيب الغاز نعم جريزيل والمياه القذرة وغير ذلك. واضح. هو كان في المؤسسة عسكرية؟ نعم بعد الاستجواب مدة الاستجواب عند المخابرات نقلوه إلى مؤسسة عسكرية بقية لمدة حوالي 6 أشهر. وبقى في التعذيب لمدة 7 أشهر يعني شيء مخالف حتى القانون الجزائري. لأن القانون يحدد 12 يوم في التحقيق وفي يعني في الظروف الخاصة أقصاها شهر. ولكن هو بقي 7 أشهر كاملة في عند المخابرة. هذا قبل الذهاب للمحكمة. نعم قبل تقديمه إلى المحكمة العسكرية التي يعني أعلنت عدم تخصص وحولهم إلى المحكمة الخاصة. طيب وكم حكمت عليه المحكمة الخاصة؟ 10 سنوات نفيذة. قضى منها 7 سنين وخرج بالعفو الرئاسي. طيب لما خرج عادة السجناء لما يغادرون السجون هنالك مصالح ما ربما لها علاقة بالعلاقات الاجتماعية يزورون هؤلاء المرضى الذين كانوا في السجن ينظرون في ملفاتهم هل هذا حدث مع التاوي أم لا؟ لا لم يحدث لا مع التاوي ولا مع غيره بل بالعكس كنا مقصيين من كل شيء حتى من حقوقنا لا المدنية ولا السياسية ولا حتى في العمل يعني بقى لنا فقط الهواء تاع ربي سبحانه وتعالى اللي ما قطعوناش منه والشيء الاخر كل شيء مقصيين الى يومنا هذا. مثلا يا ريت تذكر المشاهد حتى يفهم المشاهد يا العربي نعم. ماذا بينا تذكر المشاهد نعم. بالضبط حتى يفهم المشاهد اقصي واقصوا من ماذا يعني من ماذا حرموا هؤلاء السجناء لما خرجوا امثله اعطينا امثله يعني من كل شيء من الوظيفه من مثلا حقوق المدنيه كالجواز سفر مثلا الاخ الطيب حتى مات هو يحاول ان يحصل على جواز سفر فقط ليذهب الى العمره ولا الحج ولكن مات ولم يحصل عليه. والسبب ماذا يقولون عن السبب لما تتظلمون تشتكون ماذا يقولون لكم؟ السبب قالوا له لازم اعاده الاعتبار ولكن هذا السبب يعني خرج مرسوم رئاسي رفي او وزاري نعم راح في مدة سنة تقريبا نعم الغاء هذا الأمر قال كل من يعني كل مواطن جزائري يحصل على جواز سفر مهما كانت جريمته ويبقى الإشكال مع حراس الحدود ولكن لم يحصل هذا مع الطيب ومع بعض الإخوة لا أدري لماذا. طيب هل لديك قبل ما نذهب إلى محور آخر هل لديك رسالة فكرة ما شيء من في قلبك تريد أن تبلغه للسلطات بعد وفاة شقيقك؟ يعني هي أنا يعني كما قالها طيب في ربما الفيديو راه كان في الكشموه في اليوتيوب في عند خروج حساني قال نطلب من الدولة هذه تطبق فقط قانون المصالحة الوطنية مع أنه كان ظالم جدا للسجناء ويبرع المجرمين ومع ذلك نطالب فقط تطبيقه. نعم. يعني مع كل الناس مثلا راه قبل كان يهدر الاخ مصطفى وانا اعرفه الاخ عبد القادر الحسني ايوه السجناء العسكريين وانا منهم ايوه لم يعني نستفيد من المصالحه الوطنيه ولحد الان السجناء العسكريين ما زالوا في السجون لمدة 24 سنة أو أقل أو أكثر. يعتبرونكم حالة خاصة أنتم لستم كباقي السجناء هكذا يقولون هم. نعم هما يقولوا طبعا باللي نحن خونة أو شيء من هذا القبيل ولكن لما نطالع القوانين حتى العسكرية تاع الجيش الوطني الشعبي نجد العكس أن الخونة هم الذين قاموا بالانقلاب لأن الجيش الوطني الشعبي كانت من مهامه حراسة
الحدود الجزائرية وحماية إرادة الشعب. وإرادة الشعب كانت تريد أن يحكم الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولكنهم انقلبوا عليها وقاموا بالانقلاب، فهم الأخوة والأخوان ولسنا نحن. واضح مولاي العربي التاوي شقيق السجين الراحل. مولاي طيب شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البيض. ونعود من جديد للأخ مصطفى، مصطفى الناطق باسم عائلات المساجين. أكيد لديك تعليق مصطفى حول ما جاء على لسان شقيق طيب التاوي السجين المتوفى. نعم، الأخوين كلهم يعني كلاهما مولاي طيب التاوي والعربي، أيوة، كلهم كانوا معي في السجن، كنا في سجن واحد، بل في مع الطيب كنت في زنزانة واحدة. نعم، وقد تعرض الأخ طيب رحمه الله إلى عذاب رهيب. يعني الحقيقة أنا رأيته أول مرة بعد عذابه، فلم أعرفه يعني من شدة ما نكل به. نعم، وفي نفس الوقت كان يعتذر، قال يا الإخوة من ربما ذكرت أشخاص يعني ربما من كثرة العذاب ذكرت أشخاص لا صلة لهم بالموضوع وقد ألقي عليهم القبض، فيسامحونني جميعا يعني، لأن كان عذابا مفرطا في حقه رحمه الله. وموضوع السجناء، نحن نرى بأن المجتمع كله مسؤول على هؤلاء السجناء، كل الطبقة السياسية، كل المجتمع المدني، المجتمع الجزائري لابد أن ينظر في هذه القضية. لا يمكن يعني البقاء هكذا مكتوفين الأيدي في موضوع قد تجاوز عليه زمن أكثر من 24 سنة في السجن. يعني ناهيك عن الحالة، يعني الظروف النفسية وحالات عائلاتهم وحالة أبنائهم وغير ذلك منذ يعني مدة طويلة جدا هاتي. ولكن أخ مصطفى، يعني ربما المشاهد يلاحظ أنه يقول أنه هذا ملف سياسي، ملف يعني له علاقة بالأمن في أيدي السلطات، ليست لديه علاقة بالسياسيين مثلا أو الذين تتكلم عنهم الناشطين ليتحدثوا عنها رؤساء أحزاب وغيره، فهذا ملف أمني خاص، هكذا يقولونهم يعني. الحقيقة دعوت الناس المعنيين بها هذا الملف، يعني قيادات في المرة الماضية درت دعوة للقيادات السياسية والمسلحين، قيادات المسلحة اللي الآن يعني صادرة في حق العفو في يعني في حالة مستقرة، دعوتهم إلى اجتماع طارئ نتحدث فقط عن موضوع المساجين، يعني للنظر في هذا الموضوع، يعني الخروج بالنتيجة، كيف يعني يمكن بقاء هذا الملف يعني هكذا، يعني تمضي عليه الأيام والناس يموتون في السجون، كل مرة يموت أخ من يعني من سبب مرض أو بسبب كبار سنه. يعني أخيرا تحدث معي أخ قال لي بأن يوجد شخص في ولاية وهران في السجن تجاوز عمره 94 سنة. أنا لا لم أعرف هذا الشخص، يعني الحقيقة هذا شخص جديد، يعني اكتشاف جديد يدل على أن المساجين بكثرة في السجون. هل صحيح أخ مصطفى أنه هنالك من المجاهدين من وراء القضبان؟ صحيح، سمعت هذا الخبر أنا. كيف سمعت أن هنالك من السجناء من هم كانوا مجاهدين بن ثورة؟ يعني هذا مجاهد، هذا الشخص هذا مجاهد، هذا المجاهد الذي تحدثوني عنه. نعم، ومحمد حصار من رفاق محمد رحمه الله الذي توفى بعد 3 أشهر من خروجه من السجن، هو احد رفقاء علي لابوانت، ويحمل في 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 في, في مذكراته، يعني كان معه كراس ادخله معه الى السجن. أيوة، فيه بعض القصاصات من الصحف الفرنسية القديمة. نعم، التي تتحدث عن وجوده في جماعة علي لابوانت. هذا محمد حصار رحمه الله توفى بعد خروجه من السجن ب3 أشهر فقط، وهو مجاهد معروف، وغيره كذلك مجاهدون، ونحن كانوا معنا في السجن مجاهدون. يعني بعبارة أخرى سيد مصطفى، هذا يؤكد كلامنا ويؤكد كثير كلام كثير المحامين أن السجناء هؤلاء لا يطلقون سراحهم إلا بعد أن شارفوا على الموت. أنت قلت الآن 3 أشهر شهرين وتوفوا.
فعلا فقد ذاكرته وأصبح يعني عبئا كبيرا على السجناء، يضعون له الحفاظات يعني ويغسلون له مثل الطفل الصغير. فضجت يعني السجن، يعني قالوا لماذا الشخص هذا يبقى هكذا، وعندما خرج من السجن فعلا بقي ثلاث أشهر ثم توفى. توفى وعمي علي كذلك من ولاية بجاية، حضرت له 3 أيام قبل أن تفيض روحه في السجن، في السجن مصطفى باشا. ذهبت إليه شخصيا ووجدته على فراش الموت وقال لي بأنني بريء، قال لي أنا مجاهد وبريء. نعم. وليس لي علاقة بالتهم التي نسبت إلي، يعني وهذه آخر الكلمات التي كان يقولها وهو يلفظ أنفاسه في المستشفى. وتوفى من إثر يعني سرطان في الرئة. هذا يعني هذه المعاناة التي يجدها السجناء في السجون. طيب، أريد أن أعرف الآن مصطفى، وأنت طرقت أبواب كثير من المحامين ومنظمات حقوقية، ماذا كان رد مثلا قسنطيني اللي هو مسؤول اللجنة على حقوق الإنسان في الجزائر حول هذا الملف تحديدا؟ يعني أنا أظن أن الأستاذ فاروق قسنطيني مغلوب على أمره، يعني صرح لعدة مرات بأن هذا الموضوع فعلا موضوع عادل ولا بد من إطلاق سراح هؤلاء السجناء، ولكن ليس له يعني ليست له يعني قدرة أنه يبث في هذا الموضوع لأن خارج صلاحياته. وأظن أنه كذلك، يعني لأن فعلا موضوع السجناء نحن نراهن فقط بدون النظر إلى الآخرين، نراهن على خيرين من السلطة، والخيرين عسكرية، الشرفاء في المؤسسة رئاسة الجمهورية. نعم. يعني نراهن على روحهم الوطنية، نراهن على حرصهم على استقرار البلاد، نراهن على حرصهم على المصالحة الوطنية. فقط هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الشخصيات وعلى رأسهم السيد فخامة رئيس الجمهورية، نراهن على يعني حرصه على استقرار البلاد ومصلحة البلاد أن يطلق سراح هؤلاء المساجين. ولكنك طلبت هذا السنوات الأخيرة، وطلبت هذا قبل الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وكانت وعود وراء وعود تطلق، ولكن للأسف لم تتحصل على شيء. ونحن نراهن كذلك على الروح الوطنية لهؤلاء، وبأن رئيس الجمهورية قد قام بالعفو الرئاسي عن كثير من السجناء، عن كثير من الذين حملوا السلاح، فكيف لا يعني لا يعفو عن الذين لم يحملوا السلاح ولم يقوموا بعمل يعني بعمل متعلق بالمأساة الوطنية، لم يقوموا بأعمال متعلقة بهذه المأساة، فكيف لا يطلق سراحهم؟ هؤلاء الأشخاص ما زالوا ينتظرون العفو الرئاسي كما عفي عن إخوانهم من قبل في 2006. نرجو من السلطات أن يغلقوا وعن هؤلاء ويطلق سراح الجميع بدون استثناء، خصوصا الذين لا تمنعهم، لا توجد لديهم استثناءات متعلقة بقانون سلم المصالح الوطنية. طيب، ابقى معنا مصطفى، سنعود اليك، نعود اليك بعد لحظات. بعد ان كنا مشاهدينا الكرام في ولايه البيض، الان ننتقل الى ولايه باتنا، سجين اخر اطلق سراحه، ولكنه لما خرج من السجن رافقته هذه الامراض وظل حبيس المنزل طريح الفراش ربما لأكثر من سنة وهو يعاني، لكن مصالح الضمان الاجتماعي لم تعترف به أصلا، حتى أنه الأدوية لا يكاد يشتريها لأنه ليس لديه ما يشتري. سنتابع هذا التسجيل الصوتي الذي تم مع هذا السجين أو مع عائلة السجين ومن كانوا حوله قبل أن يتوفى هو الآخر. يعني اليوم من خلال الزيارة تاعنا للأخ عمار نشوفه في الوضعية تاعو، الحالة مزرية، يعني انسان داروا ملفات بطاقات الاعاقه، ما كانش مع الملفات تاعهم، ما عباليش كيفاش داروا له، ما عنده بطاقه اعاقه، ما عنده منحه، ما عنده تامين، يعني حاله كارثه.
يعني من المفروض لهنا في البلدية عندهم خلية جوارية للمهام تاعها يعني الاطلاع دير حملات هكا التفقدية للمنازل تاع الناس، يعني حالات مستعجلة كيما هذا كيما نشوفوا في حالة مستعجلة اسما ربي والناس الخيرين اللي راهم يعاونوا فيه وبالتالي راهو في حالة أكثر من هكا. المفروض كاينة خلية جوارية في البلدية اللي كدير حملات البيوت اللي تدير عليهم تقرير اجتماعي تشوف الحالة تاعهم، وهي المفروض هي اللي تبلغ السلطات بالحالة هذه ويشوفوا كيفاش يقدروا يعاونوه. هي كما تقول الحاجة مو ما واحد ما جاها هلو تالو غير زوج الدوشيات هذوك راحوا راح كنسنا كيسون كنا غير جمعية ميزتكم واحد ما جا لهنا لكم جا طل عليه ولا والو والو غير عند الرزاق وصحابه غير الجيران تاعكم ها راه الحد كان هي عمو كانش الطفل وحداني مسكين وحدو يخدم كرب حق يدير طبيبات لك جيب له الدواء الدواء تشاوه ما عندوش نصيره هو من المفروض مادام هو هكا وبين بلي معاقم 100% عنده حق في بطاقة الإعاقة عنده حق في المنحة وعنده حق في لاسيرونس حتى الدواء تاعو يجيبو بلاش والله ما له غير المؤمنين باش يجيب له الدواء اللي يجيب إذا هذه مشاهدينا الكرام إحدى الناشطات في المجتمع المدني كانت تزور هذا السجين قبل وفاته، ومثل ما كنتم تشاهدون كانت تتحدث عن معاناة هذا السجين حيث حرم من بطاقة التأمين ومن الأدوية وكان فقيرا جدا وكان يعاني مرارا لفترة طويلة إلى أن فارق الحياة. الآن أعود لك أستاذ مصطفى، هل لديك تعليق حول وفاة الأخ السجين أيضا اسمه عمار قرزيز من ولاية باتنا؟ تقريبا ظروفه تشبه ظروف التاوي من ولاية البيض. لا هذا لا أذكر هذا الشخص. أنا أذكر آخر توفى في المدة الأخيرة في ولاية بلعباس. هذا الشخص كان في الخارج، يعني كان في لم يقم بأعمال داخل الوطن، كان في أفغانستان ثم تحول بعد الاعتقالات تحولوه إلى أوروبا إلى الناتو يعني الجيش، ثم سلم إلى السلطة الجزائرية حيث تمت محاكمته في المحكمة بالعاصمة، ثم انتقل أطلق سراحه ثم ألقي عليه القبض مرة أخرى ثم أطلق سراحه هكذا يعني في منطقة خالية منطقة جبلية غابية، وذهب على حد روايته هو لأصحابه قبل أن يتوفى وتنقل إلى مدينة بلعباس مشيا على الأقدام. عندما وصل إلى مدينة بلعباس وجلس مع أهله ألقي عليه القبض مرة ثانية من طرف الدرك الوطني واتهم بوجوده، يعني بهذه الفترة اللي كان يتمشى على قدميه اتهم بأنه كان عنده علاقة بجماعة مسلحة، فأعيد دخوله للسجن وسجن منذ 2003 ثم توفى بعد ذلك في أشهر فقط، توفى في سجن باتنا رحمه الله. وقد حضرت إلى قبره ورأيت أهله وأصحابه وحدثوا. أنا مصطفى الآن مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام المحامي الناشط الحقوقي أستاذ حسين بوصبع. أستاذ حسين، محور السجناء السياسيين ما زال يطرق الأبواب، والأدهى والأمر هؤلاء السجناء الذين غادروا بعد أن قضوا محكوميتهم بالتمام حوالي أكثر من 20 سنة لكنهم سرعان انفرقوا الحياة نظرا للأمراض، هكذا يقول محاموهم وذووهم وعائلاتهم، نظرا لهذه الأمراض والآلام التي راودتهم ورافقتهم أثناء الفترة فترة ما بعد السجن. ففيهم منهم الكثير من غادروا الحياة وقضوا من في ولاية البيض، سيدي بلعباس، وهران، باتنا. كيف نعلق على هذه الحالات؟ شكرا للأخ عثمان، تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعين ومتتبعي قناة المغاربية. أشكرك الأخ عثمان على هذا الموضوع الحساس، هو الموضوع القديم المتجدد
يوما قضيه الحقوق، حقوق الانسان، الحق في الحياه، الحق في المعيشه الكريمه في وطنه. حقيقه وضعيه السجناء السياسيين ووضعيه حقوق الانسان في الجزائر هو هذا الموضوع الذي دوما كنا نتكلم فيه، وهو ديدان الانظمه الغير ديمقراطيه، الانظمه التي هي مكثت وجثت على قلوب الجزائريين منذ الاستقلال. فالسجون معروفه هي سجون قديمه قد يتعرض فيها المدينين والمقبوض عليهم والمتهمون، كذلك الاخ عثمان، الى انعت او الظروف الصعبه من المعاناه، فهي ليست كالسجون العاديه التي نزورها نحن كل يوم. ولكن يا حسين، يا استاذ حسين، السلطات كانت دوما في مناسبه او بغيرها تنفي وجود التعذيب، تقول ان هؤلاء فعلا كانوا في السجن وهم كانوا يقضون محكوميتهم بغض النظر عن الاحكام التي صدرت عن محاكم عاديه او محاكم خاصه او محاكم عسكريه، لكن تقول كثير من الاطراف اللي هي تابعه للحكومه بانه ليس هنالك شيء من التعذيب خضع له هؤلاء. نقول فقط الاخ عثمان، نقول انه قلت نكمل كلامي، انه السجون العاديه ممكن مراقبتها ويمكن الطعن فيها والتدخل فيها على مستويات كثيره بالنسبه للقضايا العاديه هذه، اما القضايا الغير عاديه هذه فنقول فقط لا يمكن ما دام لا يمكن مراقبتها ولا يمكن زياره المحامون في كل وقت ومتابعه المدينين والمقبوض عليهم، يمكن ان تظهر عليهم كثير من الظروف. زيد مع ذلك لا يمكن لهذا النظام ان يعترف باخطائه وبجرائمه، فلا يمكن للخاطئ ان يعترف، واذا اعترف معناها راح نوصل الى اعتراف بالحقيقه التي وصلت الى الجزائر والعوده، ويمكن متابعه هذا النظام ومحاسبته. اذا هو لا يمكن ان يعترف وما زالت الامور على حالها، ما دام ان النظام ما زال على حاله، لم يتغير منذ 1902 من التسعينات، هم نفس رجالات النظام هم الذين الان هم ما زالوا اليوم هنا. فلتنظر مثلا الى واعد سماو يحيى الذي كان استئصاليا يوما ما، ما زال هو اليوم يعتبر من الرجل الاقوى في النظام، فهو مدير ديوان الرئيس وهلم جر. فما زالت الوجوه هي نفس الوجوه والعقليات هي نفس العقليات، بالرغم انها تتلون كالحرباء حسب الطبيعه وحسب الزمن، ولا يمكن محاسبه هذا النظام ما دام انه نفس النظام الشمولي الغير ديمقراطي الذي يدعي الديمقراطيه الكفيه على حسب ما يريه للخارج، لانه يستقوى بالخارج ولا يستقوى بالداخل، بالرغم. طيب استاذ حسين، استاذ حسين، نعم، يعني ظروف السجن معروفه عند القريب والبعيد، ظروف السجن ظروف قاهره، ظروف عويصه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا ابقي على عقاب هؤلاء بعد فتره سجنهم؟ يعني بعد 24 عاما، بعد 20 عاما من العقاب في السجن وراء القضبان، لما يخرج هؤلاء يعاقبون عقاب اخر. كان معنا بعض الاطراف من عائلات هؤلاء يقولون انهم حرموا من كل شيء، من العمل، من التأمين، من الصحة، من الأدوية، المراقبة الشديدة. هذا هو سؤالنا، لماذا هؤلاء ولنفرض أنهم قضوا محكوميتهم، لماذا يستمر عقابهم بعد فترة السجن؟ هذا هو التعسف الأخر أثنان، هذا هو التعسف الموجود والنظام الشمولي يكون لقنا ما أدرك فيه، لأنه لو اعترف بأخطائه يكون متابعته ويكون مطالبة بالتعويض. هو لا يريد أن يعوض أحدا، لا يريد أن يعوض عن أخطائه احد، لانه لا يعترف اصلا باخطائه. اذا كان اخ عثمان هو لا يعترف بالجرائم العاديه كان يتعامل بها احنا كمحامين يوميا عن الحبس التعسفي الحبس المؤقت اللي ظهر عليه امس لوح طيب لوح، هو لا يعترفون، يقول رانا نقلوا رانا نحاولوا، ويدعون انسنه ما يسمى بانسنه السجون والكذا والتعديلات الحديثه مؤخرا بالتعديل الجديد على الوصول الفوري وغيره. هذا بالنسبه للعادي العادي، وما زال اخ عثمان ما زالت عباره عن زر الرماد في العيون، واكثر منها هي قوانين حبر على ورق لا اكثر. ما زالت هناك المسيره طويله جدا من النظام
مع هذا النظام عثمان ما زال مع النظام. طيب استاذ حسين، استاذ حسين نعم. كان معنا احد الناطقين باسم عائله السجناء السياسيين مصطفى غزال، قال ربما المعلومة هذه ليست متوفرة لدى الكثير من المحامين، مفادها أن أغلب هؤلاء السجناء أخذوا إلى السجون من قبل قوات الأمن والمخابرات في الفترة التي سبقت بداية الإرهاب الأعمى في الجزائر، ولفقت لهم تهمة الإرهاب، ولذلك أبقي عليهم طول هذه المدة. يقول أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالإرهاب نهائيا، بمباشرة حدث الانقلاب سجن هؤلاء، أخذوا من الشوارع، من البيوت، من مراكز العمل، من مراكز العمل وغيره، وأبقوا هؤلاء وراء القضبان لحد الساعة. السلطة لا تعترف، تقول هؤلاء ليسوا سجناء سياسيين بل هم إرهابيون. محاموهم يقولون هؤلاء لا علاقة لهم بالإرهاب، كيف نفسر هذا؟ هو الأخ نعود على ما قلنا، هذا هو التعسف. نظام متعسف متعسف جدا 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 جدا، حتى في سن قوانينه كما قلت فهي مخيطه على حسبه، ويريد ارضاء الغرب والتقويه بالغرب لا اكثر، ولكن اما الاعتراف فلا يمكن ان يعترف بجرائمه وباخطائه، لا يمكن ان يعترف هو لو تاتي بألف ادله وبألف دليل. فالذي ينظر لك بالطعن ويتابع للنظام ويخاف من النظام، ولا يمكن ان ملفك احنا في يا اخي عثمان، انا نقول لك رانا في المعامله اليوميه في القضاء العادي، في القضاء العادي وما زلنا نعانيه، فما بالك بمثل هذه القضايا ومثل هذه الملفات، فما زال هناك نضال طويل طويل جدا مع هذا النظام وجرائمه واخطائه وقوانينه المتعسفه وتكوين قضاته وعدالته الغير عادله اصلا، العداله التي تسمى هي اسم على غير مسمى، على اسم غير مسمى. ما زال النظام طويل اخ عثمان، وما زال ما زلنا نشوف تعسفات اكثر من هذا، وما زلنا نرفع تقارير اكثر من هذا، وهذا هو النظام الذي نعيش فيه الاخ عثمان، نظام متعسف غير ديمقراطي، لا يعترف بالحقوق ولا يعترف ببعضها، يعطيك باليمين وياخذ او يعطيك بالشمال وياخذ باليمين او يعطيك بالشمال. نعم استاذ حسين، هو بارك الله فيك استاذ حسين، شكرا جزيلا. فقط سمح لي لضيق الوقت، استاذ حسين مصباح المحامي والنشط الحقوقي، كنت معنا من الجزائر بعد ان تحدثنا عن مناضلين، عن عسكريين سابقين، الان سنتحدث عن شهاده اخرى لسجين بل كان رئيس بلديه مفتاح ولايه البليده، وهو يتحدث عن الوان التعذيب التي اخضع لها. نتابع التسجيل ثم نعود. سجن وضربني بواحد الاله ثم كانت على الطابله هاي اللي هنايا، حتى الدم هود لي هذا، هو ضربني بها. خالد الزهر كان قاعد يقدر ماني بها، كان جات في عيني ولا نقول لك انا جاتني لهنايا، وربي وكيله ان شاء الله يخلصها ان شاء الله. باش نقول لك درك حنا لما داوني وربطوني في ذاك الطابله ونحاولي كل اللبسه تاعي وطلعوني فوق هذيك الطابله وربطوني، زادوا ربطوني البلاصه اللي يعني سبحان الله يعني العضو التناسلي من العضو التناسلي، ومانيش عارف واحد كيفاش يجبد رابطينها الفوق ولا واحد يطلعك ويزيد يديروا لك حاجه يعني خيط هكذا خيط على الكهرباء خيط على الكهرباء، خاطرش مع الاخر خلاوه لاصق، قال لاصق انا اللي نحيته، كي نزلوني من هذيك الطابله انا ماشي جايب يسمى خبر مليح، انا اللي نحيته بيدي حتى من بعد بقى لاصق في الخيط، بقى لاصق في الخيط، وما ما يقدوش باش ينحو يدخل، بقى غير العروق شادين يعني، باش جيت نحيه حسره باش انا ديجا ما قدرتش نشد روحي، وكي يشد ويضرب سما يضربك بواحد الخشبه هنايا ويضرب باش يكرازي لك ويقول لك باللي ما زيتش. إذن كانت هذه شهادة رئيس بلدية مفتاح سابقا، وهو يتحدث عن ألوان التعذيب التي أخضع لها أثناء فترة سجنه. الآن أرحب مشاهدينا الكرام بانضمام الأستاذ طاهر بالأخضر أحد قيادي الجبهة السلمية للإنقاذ. أستاذ طاهر، أكيد لديك ما تقول حول هذا الملف الساخن الحاضر الغائب، ملف السجناء السياسيين أو السجناء الذين أطلق سراحهم، لكن للأسف هكذا تتأسف عائلاتهم ومحاموهم والمنظمات الحقوقية بأن العقاب أبقي عليهم وفيهم الكثير من غادروا الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
شكرا. وأعبر في ذلك عن تضامني وتضامن كل الخيرين والشرفاء مع هذه الفئة من أبناء الشعب الجزائري المظلومة، وأقدم أن هذه الفئة من ضحايا الانقلاب الإجرامي، واستسمح لي واستسمحك في أن أقول الانقلاب الإجرامي عوض المأساة الوطنية، لأني أرى أن تسمية الانقلاب الإجرامي تكون أكثر تحديدا، بينما تسمية العشرية السوداء أو الانقلاب وما قيل غيرها لا تحدد الضحية من الجلاد. فأقول أن هذه الفئة من ضحايا الانقلاب الإجرامي لسنة 92 أخي الكريم شأنها شأن فئة المختطفين، تعد من أبرز مظاهر استمرار الأزمة التي يدعي النظام أنه تجاوزها بما يسمى المصارحة، بل تؤكد إرادة السلطة في استمرار مظاهر الأزمة لحسابات ومقايضات سياسية مقيتة على حساب الضحايا من جهة وذويهم من جهة أخرى. الأمر الثاني أخي الكريم أن هذه الفئة كما تعرضت للظلم من خلال تجاهل السلطة، تعرضت للظلم من خلال تواطؤ الطبقة السياسية عموما والمجتمع المدني والإعلامي في تكريس حالة الإعراض عن تناول هذا الملف، وهذا ظلم أيضا يقع على هذه الفئة وعلى ذويها. إن أغلب هؤلاء المرتجين في الكريم قد تجاوز العقدين من الزمن، بل من تجاوز 25 سنة، وأغلبهم يعاني إضافة إلى التقدم في السن يعاني أمراضا مزمنة واضطرابات نفسية وأحيانا عقلية، مما يستدعي التخفيف من معاناتهم ومعاناة ذويهم. كل ذلك لم يحدث، مما يدل على أنهم لم يعودوا سجناء سياسيين، بل حالهم حال رهائن سياسيين لدى النظام لحسابات سلطوية. أخي الكريم بهذه المناسبة أشكركم لتناولكم هذا الموضوع وإحيائي بشكل مستمر، وأتوجه من خلال قناتكم الموقعة إلى كل الخيرين والشرفاء من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين بالتضامن معهم ومع ذويهم والدفع بالقضية باتجاه حل ينهي هذه المأساة، فهم من جهة يدفعون ثمن امتناعهم السياسي بالدرجة الأولى، ومن ثم يريد النظام أن يجعل منهم نموذجا للتخويف والترهيب حتى لا يعارض معارض ولا يتكلم متكلم ولا يحاول أي محاول للتغيير الكريم. ولكن السؤال الذي لم يجد له الكثيرون جوابا يا أستاذ الأخضر، لماذا الإصرار على حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والصحية، خصوصا لأن هؤلاء ماتوا وفي قلوبهم غصة من هذه الأمراض وألوان التعذيب التي ظلوا يعانون منها بعد خروجهم من السجن حتى توفوا، وكانت لدينا أمثلة من البيض، من باتنا، من وهران، من معسكر وغيره. أخي الكريم هذا الأسلوب استخدم حتى مع معتقلي الصحراء، أنا كنت أحد معتقلي الصحراء. أيوة. والمعاناة التي كنا نلقاها أولا كانت الظروف في معتقل عين القلب، كانت الظروف قاسية جدا إلى درجة لا تطاق صيفا وشتاء، وكانت التغذية في أسوأ حالاتها، ولما تكلمنا مع المشرف على المحتشد عن هذه الظروف قال كلوا والله موتوا هكذا، لأن النظام ينظر إلى هؤلاء على أنهم خطر عليه يجب التخلص منهم، وإذا أمكن التخلص منهم بأي طريقة فيمكن التخلص منهم، هذا من جانب. من جانب آخر يراد كما ذكرت سابقا أن يكون نموذجا للتخويف، وذلك من خلال المعاناة التي يفرضونها عليهم وعلى ذويهم وعلى كل ما يمكن أن يمت لهم بصلة، فالنظام يحاول أن يأخذهم ورقة ونموذجا للتخويف حتى لا يحاول معارضا يعارض النظام. بارك الله فيك سيد طاهر، شكرا جزيلا لك طاهر بالأخضر القيادي في جبهة سمير الإنقاذ، وأعود والوقت يحاصرنا. مصطفى غزال، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها للسلطات وأنت كنت تستمع وتشاهد هذه المأساة المتكررة؟ بالنسبة للضحايا نعم، بالنسبة لآثار السجون هي آثار معروفة يعني، و الرسالة الآثار وقفنا عليها مباشرة. رسالتك ما هي الرسالة التي التي توصلها أو التي تريد إيصالها للسلطات وأنت ناطق باسم عائلات هؤلاء السجناء من جديد؟ يعني هذه فرصة لك. أيوة، نحن نطالب بالخصوص السيد رئيس الجمهورية بأن يلتفت لهذا الموضوع، وأن يعلم سيادته بأن عفوه عن هؤلاء الأشخاص هو بمثابة دفع جديد لمرحلة تاريخية جديدة للجزائر في إطار تنمية وترقية المصالحة الوطنية. هؤلاء الأشخاص ينتظرون العفو الرئاسي كما تم تطبيقه على غيرهم من السجناء، فهؤلاء الأشخاص
يعلمون حقيقة آثار الاقتتال بين الجزائريين، ويعلمون ما هي العواقب التي تتعرض لها البلاد من خلال الصراعات السياسية التي تنجم في المجتمعات. فنطلب من السيد رئيس الجمهورية أن يلتفت لهؤلاء الأشخاص وأن يقوم باستغلال أو استعمال صلاحياته الدستورية للعفو عن هؤلاء السجناء. شكرا لك أستاذ مصطفى. سمح لي أستاذ مصطفى، الرسالة وصلت. شكرا جزيلا لك مصطفى غزال المتحدث باسم عائلات السجناء السياسيين. شكرنا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين أثروا النقاش حول ملف هؤلاء السجناء السياسيين أو السجناء الذين توفوا بعد خروجهم من السجن نتيجة الأمراض وألوان التعذيب التي كانوا يعانونها حسب عائلاتهم ومحاميهم، أستاذ حسين بوصبع المحامي النص الحقوقي، أستاذ طاهر بالأخضر القيادي في الجبهة من الإنقاذ، وكذلك شقيق السجين المتوفى الطيب التوي اللي هو العربي، وكذلك نعم هذا هما ضيوفنا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. ولا التعذيب اللي داروا لي عذاب شديد، ولحيه بدي حتى في حجري قلت لهم، قلت لك انا عذبوني والظروف راني نعاني من هذاك العذاب. وهذا بلومي هذا كان يقتل الناس، انا قتل واحد معايا نشهد عليه انا وياه في السيلون وقتله، وقال لي انت جاوزني وقتلك ومن العمر طويله ما يسلمون. واش يكون هذا بلومي؟ هذا بلومي ما نعرفهاش من القراد تاع احنا، كان يجينا كما هكذاك. تابع للشرطه ولا واش من جهاز تابع له؟ العسكري، الأمن العسكري اللي قتلك اسمه. شكون الأشخاص اللي قتلهم؟ قتل معنا واحد اسمه، قتل معايا واحد اسمه الشيخ عماري، العماري الشيخ، هذه أنا نشهد عليه قتله تحت تعذيب، قتله تحت تعذيب هذه. وغير اللي كان معايا وين عاد اللي كانوا الآخرين ثاني ثلاثة ولا أربعة قتلهم ما كانوش معايا. أي حاجة واش نقول لك اخويا، مانيش عارف والله، ماني عارف، انا ما عرفتش. درنا كل الوسائل، درنا اعتقلوا الدواء في المرسى، درنا لابوكا في المرسى، هودوه البشار، طلعوا البليده من بليده، هودوه البشار. ولدي مسكين الميلود راه كبر وراه مرض، راه مريض، وراه صاي ما بقى له مسكين، باقي له غير واش تاي الايام اللي بقات له يعيش مع ولاده، ومانيش عارف واش باغي يديروا بيه. هذوك 20 سنه هذه. واش وضعيه ابنائه وزوجته؟ واش مساكن الوضعيه تاع الابناء تاعها، مساكنها وتاع 20 سنه هما ماشيين جايين عليه، مرسى بليده بشار مساكن ما قدوش. عندنا عود أمل كبير باش الدولة تاعنا تطبق لنا هذا القانون، ويكون فيه واحد إفراج على ولدنا، إفراج كبير. مهما شي كنا انتظرنا بعد في 5 جويلية، كنا انتظرنا مهما قرينا في الصحف خاصة جريدة الخبر، كان عندنا أمل كبير بأنه يكون إفراج على أبنائنا على ولدنا، ولكن للأسف ما كانش والو، ما كان والو، خاب الأمل تاعنا. ياسين فكنوس، توحشت باك؟ توحشت، أتمنى نشوفه بصح خارج الحبس، ماشي في الحبس ولا بحال الحبس، ماهوش معي، ماهيش معيشة تاع الحبس، ما قري وكلوهم يشربون بصح هذيك راه حيطان تخدم عليهم، ما يعيش معيشة، وهو بنادم الحيوان وما يبغيش يتحبس وين عاد لبنادم. لا سمعت باللي باك سلم نفسه والله. أنا كما راهم يقولوا قال لك سلم نفسه في الدومين، وسلم نفسه والدولة قالت له باللي ورينا جماعتك وراهم دسوا السلاح وراهم
بصح من بعد عمرو في البي في بلي ودي القي القبض على فقنوس كامل. يعني غيروا له خذوه نورمالمون يكتبوا سلم نفسه ما يديرولهش القي القبض عليه وما بغاو يطلعوا الكراد ولا ما يش عارف فيهم بهذا الفعل. رئيس الجمهورية يطلع لي هو في أقرب أجل وأتمنى نشوفه خارج الحبس في الحبس إن شاء الله يطلع لنا بوك. واش تسمع لأبوك عند الناس وصحابه؟ هذا اللي تمشي له يقول لك طيب يقول لك إنسان زين أي وين تمشي الحق تاع ربي رانا فاتي غير على وجهه لا في ليكول لا في بلدية لا في لا دايرة في كل إدارة عمومية ولا يقول لك هذاك انت والكمال تمنى ها الشراك تليك ما تخرج تخرج باسبور تاعه قال لها ما تجيبي حتى حيا رواحي غير حنا رانا نديرو لك كل شيء ما تخمش. تسمى يعرفوه ويعرفوا اخلاقه ويعرفوه يعرفوا في كل بلاصه تقريبا وين ما تمشي يعرفوه وين ما تمشي الاخلاق نتاعها زينه وين ما تمشي وما وكيما ما كانش قاع يبعد على الجامع وكان قاع الناس تشاهد به وخلطه نتاع قاع مع الناس زينه واللي بالصالح بالطالح قاع يقول لك زين قاع اللي الانسان اللي زين واللي شين باين ماشي يتبع على نقولوا بصح قاع ولا تجي عندنا باللي بالسلافي باللي ماشي سلافي قاع الناس تعرف صحابه ماشي صحابه قاع يعرفوا باللي انسان مريقل وخاطر تحرك من مولا. طيب واش تدرس في امتحاناتك يعني امتحان تاع الدراسة؟ أنا نجحت في السنة الرابعة متوسط و13.4 ما شاء الله. والأخت تاعك كذلك نجحت؟ اه في البكالوريا. نجحت في البكالوريا و واش درت التخصص؟ درت بيولوجيا. بيولوجيا. واش وصل الخبر لباك في السير؟ وصل وفرح بكم؟ فرح بي وراه يشجعكم على الدراسة. كل يوم يقول لنا قروا وكل يوم يقول لنا قراية هي اللي توصل بالك بالقراية تنجموا تخرجوني من هاد الضيقة بالك كل يوم يوصينا كل يوم. واش تتمنى؟ أنا نتمنى يطلقوا لي الأب تاعي في أقرب أجال وما ماشي بحال ماشي نقول له في الحبس أبي ولا با ولا ما هذيك ما لكن اللي ما هوش با وخلاص كاع تقولها لا في ديك بلاصه لكن شغل راك طيح به وخلاص تقولها لا في بلاصه مليحه بلاصه تاع ودي كيما نقولوا الاب وابنه يشعروا بعضهم يحسوا بعضهم شي في ديك بلاصه زاجه قد تسخط بيناتنا وهذاك عاسك منا وواحد عاسك منا ما تقولها حتى حيه زينه ما تحيه ما تهدرها في خاطرك تقول غير خايف.